السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكم وأهلا وسهلا بكم. ياكم زياد هادي، أستاذ آلة العود والنظريات والغناء العربي من العراق. الشرف بكم أخواني، واليوم احنا عندنا درس جديد ومهم جدا، كيف تقوي العزف مع الميزان الموسيقي والإيقاع، واللي هم معظم كثير من الطلبة يعانون من هذا الشيء وهذا الموضوع، وهو مهم جدا. قبل ما أبدي باستعدادكم أنه تدخلون على رقم الواتساب الموجود في أمامكم وأيضا موجود أسفل كل فيديو. هذا الرقم الواتساب هو اللي إذا تحب أنه تشترك دورات أونلاين مباشرة وياي تتعلم العود أو تتعلم تقوية الصوت ودراسة الصوت وتقوي صوتك وتعرف خبايا المقامات والنظريات ودراسة الصرفيج أو قراءة النوتة. هذا الاشتراك يشتركون 8 محاضرات شهرية بسعر زهيد إن شاء الله. موجود رقم الواتساب للاستفسار. نبدي أنه عندنا تقوية العزف مع الميزان. أنت كثير من اللي يعزفون واللي يتعلمون بالبداية ما يعرفون كيف صياغة قضية العمل مع الميزان. يعني هو الميزان يسوي هذا الميزان اللي هي ضرباته، والضربات مثل ضربات الثواني بالساعة، يعني 1 2 3 4 كل وحدة راح تصير ضربة. يعني إذا صار عندك سريع خليته على 100 المترونوم، طبعا جهاز المترونوم هذا جهاز موجود قدامكم، شو تلاحظوه أمامكم في الفيديو أو الصورة اللي موجودة أمامكم. هذا المترونوم هو جدا مهم من المبتدئ حتى المحترف. هذا الجهاز هو تقدر تخليه على سرعة مثلا تبدي ب60 تبدي ب70 تبدي ب80 حسب تطور تدرجك بالتمرين. انت كيف ان نطور نفسك بالتمرين؟ تتمرن بطيء لا تتمرن سريع، وهذا صح. فاذا انت سوينا نفرض انه 50 هو ضربات، طبعا مثلا دو ري مي صار سريع، دو ري مي فا دو، فراح يصير عندنا كالتالي، يصير عندنا مثلا لنفرض هو هذا الضربات مالته تصير تكون مثلا انت شو تسوي؟ صدرت يعني 7 8 على مود تقوي ريشتك، تصير تقوية الريش تصير كالتالي. صار سريع، انت خليته مثلا يصير بالعزف زين، فراح شو تخليه؟ تقدم المترونوم تخليه 100، واكو قضية مهمة جدا، قضية التمرين. كل ما تتمرن انت اكثر كل ما يكون عندك المام وبالتمرين وبالمترونوم اكثر حتى تتعود عليه، وهذا الإيقاع جدا مهم حتى يعلمك كيف انه تمشي بعدين من تعزف أغنية تمشي معها بصورة جدا جميلة، من تسحب الإيقاع من اي موقع او اي شيء راح تسحبه على صفحة تبدي تشتغليها بصورة صحيحة. الإيقاع جدا مهم ومفيد للعازف ليقوي بريشته وأصابعه. تحياتي لكم واتمنى ان استفاديتوا، ننتظركم بالاشتراك ب الدورات الموسيقية، وتحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.